بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر في التعريف. عندنا الخصوم، عندنا الخصوم. الخصوم هي الالتزامات المترتبة على المشروع، هي الالتزامات المستحقة على المشروع. بمعنى الآن يا سادة الكرام، أي مشروع في الدنيا لابد أن يكون هناك مجموعة من الارتباطات مع الغير. هذه الارتباطات قد يترتب عليها ديون. يعني مثلا أنا اليوم عندي مشروع الخاص بي، بتعامل مع التجار، بشتري منهم البضاعة. الآن أنا مش شرط أدفع قيمة البضاعة بالكامل، يعني أنا بشتري بضاعة مثلا ب10,000 دولار أو دينار، ممكن أدفع 5,000 دينار نقدي و5,000 دينار أخرى يترتب عليها ديون على مشروعي، يترتب عليها ديون على مشروعي. الآن هذه الديون تسمى الدائنون أو دائنون تجاريون، يعني الناس اللي داينوا مشروعي، داينوا مشروعي، وهؤلاء يسموا الخصوم أي ديون. وسمي الخصوم لأنه إيه؟ لأنهم بخصموك، بحاجوك، يعني في لحظة من اللحظات بيطالبوك بأموالهم. حتى في بعض الكتب سمتها المطالبات، يبقى مطالبات الغير، الالتزامات على المشروع، خصوم المشروع. أيضا كذلك ممكن المشروع في أي لحظة من اللحظات يحتاج إلى قرض. بنروح بنروح على أحد البنوك المحلية بناخد قرض، يصبح القرض التزام على الشركة. يعني أنا باخد فلوس بحطها في الخزينة، هذه الأموال إيش مقابلها؟ مقابلها التزام أنه لازم أسدد للبنك. جيد، هذه تسمى الخصوم، وهي بالمناسبة في الغالب 3 بنود اللي هي الدائنون، نحفظهم مع بعض، والقرض وأوراق الدفع. عند الأصول المتداولة في المحاضرة السابقة قلنا أوراق قبض في الأصول، في الخصوم يقابلها أوراق دفع. في الخصوم يقابلها أوراق دفع. أوراق الدفع اللي هو كمبيالات علي. هناك أوراق القبض في المحاضرة الأولى هي عبارة عن كمبيالات إلي، وهنا في هذه المحاضرة أوراق الدفع كمبيالات علي، وحنتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل. نأتي بعد ذلك الحقوق الملكية، من اسمها حقوق الملاك، يسموها بالإنجليزي الأونير إيكويتي، حقوق الملاك. حقوق الملاك هنا يقصد بها حق أصحاب المشروع في المشروع. يا سلام، إيش يعني حق أصحاب المشروع في المشروع؟ أي مشروع في الدنيا لابد أن يكون له ملاك، وهؤلاء الملاك لابد أن يكون لهم رأس المال. لهم رأس مال، هو ليه سمي مالك؟ لأنه هو صاحب رأس المال. وعادة بيكون الملاك كثر، يعني ممكن يكون ملاك المشروع 5 أو 6. أنا كمحاسب لازم أحدد كل مالك قديش رأس ماله. فعشان هيك بعد شوي لما نيجي نتعلم كيف نعمل التقارير المالية، لابد أن يظهر في التقارير المالية البنود 3: الأصول والخصوم وحقوق الملكية. الأصول والخصوم وحقوق الملكية، وإلها معادلة، وهي ما تعرف بمعادلة الميزانية. وهذا أول معادلة بدنا نتعلمها في علم المحاسبة، اللي هي بتقول الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. أول معادلة لازم نحفظها في علم المحاسبة، اللي هو الأصول يساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. طب كيف بدي أحفظ المعادلة وما انساهاش طول حياتي؟ وأنا بنظر الآن للشاشة، إيدي اليمين طبعا بدي استدير للشاشة، واجعل إيدك اليمين الأصول، واجعل جسدك إشارة يساوي،
واجعل ايدك اليسار الخصوم زائد حقوق الملكي. فالآن لو حولنا المعادلة إلى شكل، هنقول إيد اليمين تساوي إيد اليسار، وهذا حقيقة، هذا حقيقة خلق الله عز وجل لعباده، إنه إيد اليمين حط عند اللي هو صدرك أو جسمك يساوي إيد اليسار. طيب إيد اليمين اللي هي عبارة عن إيش؟ الأصول. طيب إيدك اليسار عبارة عن الخصوم زائد حقوق الملكية. فالمعادلة لو أنت مستدير ظهرك لجهاز الكمبيوتر أو لجوالك، الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. عشان أحفظها بكثرة يعني بشكل أو بآخر حفظا يعني دقيقا أو عميقا، بروح بقول الأصول هي الممتلكات. فبقول ما ملكت إيد اليمين، ما ملكت إيد اليمين، فممتلكاتي تساوي الالتزامات اللي علي، الالتزامات اللي علي اللي عبارة عن الخصوم زائد حقوق الملكية. يبقى ممتلكاتي تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. وهيك بنكون عرفنا معادلة الميزانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.